أولاً نبدأ بتأكيد سعادتي وسروري باش نكون معكم اليوم في هذه الولاية، ولكن في الواقع في كل جهة جنوبنا الشرقي. ما كانش بالإمكان، باش نقولها لكم الكل ولكل مناضلينا والإخوة والأخوات الموجودين معنا، ونحب نرحب بكم الكل، ونخص بالذكر لو تسمحوا لي عدد من قدماء مناضلينا ومقاومينا اللي إذا كان اليوم احنا مجتمعين لهنا الفضل يرجع لربي ويرجع لهم. هم اللي ساهموا باش بلادنا تكون دولة عندها سيادة، تكون دولة محترمة في العالم، واجبنا اليوم باش نتعاملوا بنفس الأخلاق وبنفس السيرة اللي ما فماش تفكير في أشخاصنا ونفكروا إلا في بلادنا، هذاك هو اللي يهمنا. حاب نقول كلمة، ما نحبش نشخص، وموافق الكلام اللي قالوه الإخوان وبارك الله فيهم. احنا بنينا حزب مش لشخص ولا لجهة ولا لمجموعة، بنينا حزب نحبوه لبلادنا الكل ونحبوه للتوانسة الكل. أكون أسعد إنسان باش نكون مواطن بسيط إذا كان بلادي تكون لاباس. ما بديتش حملة انتخابية، قولها بكل صدق وأقسم بالله أني لا أشك ولا دقيقة في هذا، إذا كان بلادي يكون في أحسن الظروف ما حاش تمشي. تحية إلى قائماتنا بالثلاث ولايات، معناها وجودنا معاهم اليوم كما قلت لأنه ما كانش بالإمكان باش نكون موجود في كل ولاية وفي كل جهة، يصعب خاصة الإنسان لازم يحضر نفسه للفترة اللي بعدها واللي باش تكون أصعب بالنسبة لي شخصيا، لأني مجبور باش نكون وقتها معكم في كل ولاية وفي كل منطقة. هذاك علاش المكتب الوطني قررنا باش يكون عندنا اجتماعات مثل هذه مش في كل جهة، لأنه مش ممكن حتى من ناحية أنا الحمد لله الصحة لباس وما زلنا إن شاء الله نجم ونشدوا، ولكن الإنسان دائما حتى في قوته وفي نشاطه يسمو يبرمجوا. مش تكون فترة صعيبة مش يذكر فيها الضرب، خلينا نكون واضحين وبذاء ديجا، إذا كان ما تعبوش راني شريك الشيخ صالح أعطاني 10 مليار دولار. في حياتي الشيخ صالح عمري ما قابلت ولا كلمت ولا نعرفه، ما عليناش ما تصير حتى في الاحلام تصير حاجات كيما هكا. على كل تحيه اليكم جميعا، تحيه لابنائي وبناتي واخواني واخواتي الموجودين وابائي المناضلين والمقاومين، وتحيه لكل من ساهم في باش نجتمعوا اليوم باش نكونوا في الاجتماع هذا، معناها تأييدا لحزبنا وتأييدا لقائمتنا في ثلاث ولايات تاع الجنوب الشرقي. نعبر الحقيقة على سعادتي لأن الحملة بتاعنا تمر في ظروف طيبة، وإن شاء الله تتواصل هكاك في الأسبوع الباقي وتكون النتائج إن شاء الله في المستوى اللي نتمناه كلنا لبلادنا ولهذه الجهة المناضلة. فما صعوبات ما فيش أدنى شك، ولكن ما فماش عمل إنساني ما فيش صعوبات، وما فماش عمل إنساني ما فيش أخطأ، ولكن الأهم هو أنه لما الهدف يكون واضح كل لازم نكونوا مع بعضنا باش نتفاداو هذه الصعوبات وحتى كانت وجدت نحلوها. ولذا شكرا لكل الإخوان اللي ساهموا في الحملة هذه، مش فقط من أعضاء القائمات ولكن كل من هو معناها ساهم ويساهم في هذه الحملة بما فيها بطبيعة الحال كما قلت هذا الاجتماع. باش نكون واضح معكم وقالها أحد الإخوان، فترة صعيبة، ما نكذبوش على بعضنا وما نتكلموش كلام نتاع دمشق. بلادنا في ظرف أنتم تعرفوه وأنتم عايشينه يوميا، كي تدخلوا للسوق وعايشينه يوميا، كي تشوفوا الشيء اللي صاير في البلاد وعايشينه يوميا، خاصة نظرا لأن ولاياتنا هذه قريبة من رجال ليبيا ونعرفوا شنو صاير ونعرفوا شنو الشيء اللي ينتظرنا. لذا ما نكذبوش، الوضع صعيب، واللي مش ياخذ الحكم في الحكومة الجاية ربي يعينه مش سهل، وهذاك علاش لازم يكون فما دعم كبير من طرف الشعب كله.
معنا ان شاء الله الفتره هذه تمر بسلام، لانه فما ناس ما يحبوش ان بلادنا تخرج من المرحله الانتقاليه وندخل في مؤسسات شرعيه، مؤسسات منتخبه باش نبنيو بها طبيعه الحال جمهوريه الغد، باش نبني بها دوله تحترم. احد الاخوان الذي يتكلم على هيبه الدوله، انا اقول هيبه القانون. لانه اللي فرق فما دول نجم تكون مهابه، لكن مهابه بالقوه. نحن نحب دوله مهابه بالقانون، يطبق القانون على كل انسان، ما فماش تفرقه على اي قاعده كانت، لا امراه وراجل ولا لون ولا دين ولا معنى، توانسة كل توانسة، والقانون يطبق على الجميع. وهذا الشيء اللي لازمنا نسهر عليه اذا كان نحب نبني بلادنا بالنسبه للمستقبل، معنى كيما نتمناو عليه باش تكون مثال. يعني احنا كيما نقولوا صحيح ونزيد نعاودها، ظرفنا صعيب حتى، ولكن اذا كان قارنا بدول اخرى اللي عاشت نفس التجربه نتاعنا خلال السنوات الاخيره، الحمد لله نظرا لان تونس عندها دوله خلافا كثير من الدول الاخرى، ينجموا يلومون على كثير من الاشياء بالنسبه للماضي، لكن دوله كانت موجوده. واذا كان تونس مرت بسلام من فتره تاع 2011 مرت بها، لان فيها رجال، فيها ناس تكون، فيها التعليم، وفيها خاصه اداره اللي نجموا يلوموها على برشا اشياء، ولكن هي اللي وقفت. الستاد ما سكرتش، والسونات ما سكرتش، والامن ما سكرش، وبلادنا تعدات باقل الاضرار من فتره اللي هي كانت صعيبه وشيء مفهوم. الشيء اللي نحب نقوله انه خلافا لما ادعيه البعض اليوم ولا يعيدوا يقولوا او رجعوا، انا كان لكن لي زاباش نتاع الافلام نتاع الامريكيه، انا كان مش ناكلوا البلاد، لا احنا عرفنا البلاد وعرفنا شو هي الدوله ونتشرفوا بهذا، قمنا باخطاء اكيد. انا شخصيا كما تعرفوا انا روحت عام 2005 نقلت، قعدت 5 سنين ونص في الوزاره، لكن انجزنا كذلك. دولة الاستقلال انجزت الكثير للبلاد هذه. باش نعطيكم مثال برك ما نجمش نعمل دعايه اليوم. الشقيقه سوريا والوضع اللي هي فيه اليوم مأساوي، وهاكم شفتوا معناها دول كامله في المنطقه باش تمشي باش تطمحل، ودخلنا في امور اخرى، ودخلنا مش في داعش برك، دخلنا ربما في دوله جديده باش تتكون في المنطقه، مش دوله عربيه. وتعرفوا شنو أنا نظرا للشيء اللي صاير خاصة في العراق الشقيق وفي سوريا، باش نزيد المنطقة باش تزيد تتقسم. وهذا أكيد شيء ما نفرحلوش. علاش نقول في الكلام هذا؟ نقول لأنه الشقيقة سوريا لما استقلينا عام 56، هي كانت بطبيعة الحال وقتها ديجا مستقلة، كنا احنا وياها في عدد السكان فما فرق 200 ألف فقط. سوريا زايدة علينا في 56 200 ألف ساكن، 200 ألف مواطن. اليوم سوريا فيها 23 مليون، أكثر من الدوبل من اللي عندنا. تصوروا تونس اليوم ما فيهاش 23 مليون، فيها 15 مليون، إيش كان يكون وضعنا؟ إذا كان ما كانش فما سياسة استباقية كانت ثورية في ذلك الوقت، باش نجيو نتكلموا عن بلانينغ فاميليار وعن المساواة بين الرجل والمرأة إلى غير ذلك. هذا مثال وحيد للي ما يحبش يعرف شنو صار في البلاد هذه. اليوم احنا في داخلين انتخابات تشريعيه مهمه جدا كما قالوا الاخوان، وجودكم اليوم تاكيد لهذا. صحيح فما انتخابات رئاسيه بعد، لكن خلينا ما ننساوش فما حاجتين تبدل في البلاد. اولا عندنا دستور جديد اللي هو يختلف على دستور 59. وما ننساوش انه دور المجلس باش يكون مهم جدا. راهو احنا نتكلموا على نظام برلماني، على نظام البرلمان فيه عنده هو السلطه. وبالتالي وجودنا في المجلس، مجلس النواب الشعبي، لازم يكون اكبر ما يمكن واقوى ما يمكن، باش نبلغوا ارائنا، نبلغوا مواقفنا، ونكون عندنا تاثير على قرارات الحكومه اللي باش تجي من البرلمان.